لقد مثلت الشخصية الفذة للأمير عبد القادر الجزائري الحسني عبقرية تجاوزت حدود الزمان والمكان، إذ جمعت بين التصوف والجهاد، وبين العلم والحلم، وبين القيادة والشعر، وصورة لامعة ارتسمت على امتداد فطرة المقاومة، مقاومة الاحتلال، وتركت بصمة في ذاكرة الشعب الجزائري الذي خلده رمزا للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال بفضل جهوده الجبارة لتأسيس دولة فتية في فترة قصيرة جدا وفي ظروف صعبة جعلته محل إكبار وتقدير من الخصوم والأصدقاء.